ايه ده؟ ايه المكان الجميل اللي انت جايباني فيه ده؟ ها؟ الله 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 الله. هي ناوية على ايه بالظبط؟ مش عارف. علمي علمك. يا دنيا ايوه كده، عمري ما شفتك حلوة كده، ولا غنيت لي غنوة كده. او كده يا سلام، لو الواحد يعيش في الجزيرة دي طول العمر. بس هناكل ازاي؟ ناكل بعض. انت بتحب السيفود؟ انا اكلت سمك وجمبري واستاكوزا، بقى في جسمي كميه فوسفور تنور الجزيره دي كلها. بس عايز اقول لك حاجه، اللي يعيش في الجزيره دي تبقى ساقعه قوي بالليل. ما احنا لما نخش في حضن بعض هندف بعض، وساعتها العرق هينزل من جسمنا زي المطر. انت عايز اقول لك حاجه، كم بلاش بقى. لا قول، احنا جايين هنا عشان نفتح قلوبنا لبعض. اديني قطه. ايه قطه يعني ايه؟ بوسة. طب بص، احنا نلعب استغماية، واللي يمسك التاني هو اللي يقطه. موافق؟ ماشي. جاهز؟ هتعرفني من صوتي. ماشي. عصمت. ايوه. شحات ومد ايديه يا محسنين الغرام. لله 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 روح لله يا شحاتي للغرام على الله. اصبر. لله 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 لله. اصبر اصبر. ايوه يا دنيا ايوه كده، عمري ما شفتك حلوه كده، ولا غنيت لي غنوه كده. اصبر اصبر. انا همسكك يعني همسكك همسكك يعني همسكك. يا دي الحظ المنيل، الموتور عطل. اتفضلوا. في لانش قريب اهو. يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس يا ريس. امسك يا مدام. هات هات. ايوه امسك الحبل واربطه قدام. الله ينور عليك. تمام كده. شدك شدك. ها اسحب انت بس معايا جامد. ايوه شدك. أيوة تمام تمام. الله ينور عليك الله ينور عليك. كويس كده كويس كده. ايه المطار عطلان ولا ايه؟ تشكر يا ريس. العفو يا مدام، لو سمحتي معانا واحد عيان جوه، ممكن تاخديه البركه. تحت امرك. هجيبهولك حالا. تفتكروا هنلحق توفيق في المطار؟ على ايدك ده واحد خيرني بين الجواز او السجن. لكن في النهايه قبلت انك تتجوزيه، ومدام رحمك من السجن كان الواجب ترديله الجميل وتواسيها على المصيبه اللي انت سببتها له. انا كنت اعرف منين انه هتحصل مصيبه زي دي؟ قولي لي يا عمتي، كنت اعرف منين؟
يا عمتي ان انا اتجوز واحد لا بحبه ولا بيحبني. اه عندك حق. سامحيني يا بنتي، انا اللي سبتلك في الورطه دي، بس انا كان غرض يعني ارحمك من السجن وبهدلته. المهم دلوقتي ان عباس ما يعرفش حكايه هربك لفرنسا دي، ولا بعدين يرجع في كلامه وما يتنزلش عن القضيه. تعني شركة مصر للطيران عن قيام رحلة هرم 795 المتجه إلى باريس، باب الخروج رقم 3. شكرا. Ladies and gentlemen, Egypt Air announced the departure of its flight number 795 to Paris, gate number 3. Thank you. خلص عليها والنهارده بسلمتها هربت. هربت؟ بس هتروح مني. انت لسه تعبان، خش السرير. لما طلعته على عينيها، لو هربت لاخر الدنيا لازم اخلص عليها. معقوله تهرب بعد كل اللي عملته معاك امبارح؟ عملها اسود ومهبب بست نيله. ما تكبرش الحكايه يا امال. اكيد لما سابتك في الجزيره كانت بتهزر معاك. المفتريه خلتني اعوم 2 كيلو لحد ما اغمى عليا، انا مش عارف انا جيت البيت هنا ازاي. وادي بس تهرب بس ازاي؟ ده انا لما جيت هنا امبارح لقيتها جايبه لك الدكتوره مارجريت وكانت مخطوطه عليك قوي. هي هربت والدليل على كده انها اتخلصت من عنتر. انما قسما عظما لو عنتر جرى له حاجه لا هكون مخلص عليها. تخلص على مراتك عشان كلب؟ اهو شو بقى؟ كلب حيوان عمره ما اذاني. انما بنت اخوك هي اللي اذتني. زهير هانم بنت اخوكي ما لقيتش حد يربيها. انت جوزها ومن حقك تربيها. بيت اللي اجازاتي عشان رحت اعمل لك شوربه عشان تطفحها. انت اكيد هتحطي لي حاجه في الشوربه عشان تسميني. طب روحي اهتمي بجميلك واعملي له الشوربه. يلا تعالي تعالي. بس بعد كده مش قاعده ولا لحظه في البيت. تقعد خلاص فشيت غلك يا عباس. زهير هانم انا ما بفتريش على بنت اخوكي، انا بنفذ شرع الله. ربنا قال واهجرهن في المضاجع واضربهن لانها ناشز وما بتسمعش كلام جوزها. ده ما بتدينيش ابسط حقوقي. ده انا حتى لما جيت ابوسها تقوم تقول لي عمتي قالت لي انتوا هتعيشوا مع بعض زي الاخوات.
اتولى. حضرتك قلت لها كده؟ على اساس يعني انك